يا سنة رابعة عاملين ايه؟ ان شاء الله النهاردة هناخد اخر مفهوم اللي هو التواصل ونقل المعلومات. يعني ايه تواصل؟ يعني دي طريقة بستعملها علشان افهم وانقل معلومات للاخرين. يبقى التواصل ليه؟ عشان انقل معلومات. طب بننقل معلومات عن طريق التواصل، ده اسم الدرس بتاعنا. طيب عايزين نفهم الانسان، انت وانا وماما وبابا بنتواصل عن طريق ايه؟ قال بنتواصل عن طريق الصوت، الضوء، الحركات، الكتابة. يبقى الإنسان بيتواصل عن طريق إيه؟ صوت، ضوء، حركات، كتابة. تعالوا هنحكي قصة عشان نفهم إزاي الإنسان بيقدر يتواصل. الصوت، أنت نازل المدرسة الصبح وبابا راح موصلك بالعربية بتاعته، وأنت راكب العربية لقيت بابا شغل الراديو بتاع العربية عشان يسمع نشرة الأخبار، فهو فهم المعلومات اللي هي عبارة عن نقل الأخبار عن طريق الراديو، عن طريق حاسة السمع، عن طريق الأصوات. طيب وإحنا ماشيين بابا لقناه وقف فجأة أول ما شاف إشارة المرور اللي بتبقى لونها أحمر، وبعدين لما بقت أصفر بابا استعد عشان نمشي، لما بقت لونها أخضر اتحرك أو مشي. فمعنى كده إن إشارة المرور إدتني أو فهمتني إمتى الأحمر، إمتى أقف، والأصفر أستعد، والأخضر إن أنا أتحرك. طيب وصلنا لباب المدرسة ولقيت صاحبي واقف على باب المدرسة وراح مشاولي بإيده، يعني لوحلي بالإيد كده، ففهمت إن صاحبي ده لما حرك إيده شاورلي إنه بيقولي إزايك أو عامل إيه أو صباح الخير. فمعنى كده إن أنا اتنقلي المعلومة إن صاحبي ده بيسلم عليا أو بيقولي إزايك. طيب دخلت الفصل لقيت ليا صاحب غايب، فروحت مطلع الموبايل وفضلت أبعت له في رسايل أعرفه إيه خدنا إيه في المدرسة، وأسأله عن حاله، وأحكيله عن كل حاجة حصلت النهاردة في المدرسة. طيب اللي يبقى الإنسان كانت بيتواصل عن طريق الصوت، الضوء، الحركات، الكتابة. طب زمان كانوا بيتواصلوا إزاي؟ لما كان يبقى فيه سفينة تايهة في البحر كانوا بيشغلوا أو بيولعوا حاجة اسمها شعلة إنقاذ، لما بتطلع أبخرة والدخان الطائرات اللي هي بتطير فوق المنطقة ديت هتشوفها الأبخرة اللي طالعة فهتقدر تنقذهم. وكانوا بيستعملوا النار زمان كرمز للتحذير، يعني إن في حرب، في خطر. والرحالة دولت الناس اللي تاهت في الصحراء أو وسط البحر، تمام، أو على الجبل، يجيبوا المراية، المراية دي بتعكس الضوء بتاع الشمس ويرفعوها للسماء كده فتوصل للطيارة اللي هي معديها فوق المنطقة دي فيقدروا ينقذوا الناس دي. فالإنسان بيتواصل عن طريق الصوت، الحركات، الكتابة، الضوء. صوت، ضوء، حركات، ايه؟ كتابة. طيب تعالوا بقى نفهم يعني ايه شفرة او يعني ايه الشفرات. احنا واحنا صغيرين بنبقى عايزين نفهم كل حاجة وماما بتقول ايه ونقدر نكتب ونحسب ونجمع. طيب لو احنا معرفناش الحروف ومعرفناش الارقام انت هتقدر تعمل الحاجات ديت؟ لا. طب لو مخنا مش مجمع الحاجة ديت او مش مترجم هنقدر نتعامل بيها؟ طبعا لا. فالشفرة هي اي حاجة نقدر نتواصل بها مع الاخرين بس تكون متخزنة في المخ والمخ مترجمها. احنا لسه بنقول الحروف بتعتبر شفرة، لو انت مش مخزنها في مخك والمخ مترجمها مش هتعرف تتعامل معاها. الارقام شفرة، الاشكال الهندسية شفرة، ترتيب الحروف شفرة. طيب يعني ايه ترتيب الحروف؟ يعني احنا تعلمنا الحروف نعمل منها كلمات، ممكن تكون نفس الحروف بس طريقة ترتيبها تدي معنى كلمة تاني، زي كلمة بحر، بحر مكون من 3 حروف. طب لما بنبدل الحروف هتدي كلمة حبر، هتدي كلمة ربح، هتدي كلمة حرب، مع انهم نفس الحروف بس ترتيب الحروف ادت معنى كلمة تاني. طيب بتعتبر الشفرة هي نمط له معنى للتواصل. يبقى الشفرة هي عبارة عن ايه؟ ها، نمط له معنى للتواصل. يبقى الشفرة هي اي حاجة ليها معنى عشان اقدر اتواصل بها مع الاخرين، ولازم المخ يا ولاد يكون مخزنها وعارفها عشان يقدر يترجمها لنا ونفهم بها اللي حوالينا. الاصوات بتعتبر شفرة، زي صوت جرس الفسحة، زي صوت انذار الحريق، زي صوت الموبايل،
لو احنا الاصوات دي مش متخزنه في مخنا احنا مش هنفهم معناها ايه. طيب ايه تاني شفره يا مس؟ تعبيرات الوجه. تعبيرات الوجه بتعتبر شفره. يعني ايه؟ يعني مثلا انت مكشر، انت كده فهمت اللي حواليك ان انت متضايق، تعبيرات وجهك باينه ان هي متضايق، فانا فهمت ان انت متضايق. طب انت بتضحك، فانا فهمت من تعبيرات الوجه بتاعتك، تعبيرات وشك، ان انت مبسوط. طيب مثلا انت عامل تعبير ان انت مثلا زعلان حزين، فانا هفهم لما اشوف تعبيرات وشك، حركه ايدك، لو رفعت الابهام لفوق كده فهمت ان الحاجه دي عجبتك، طب لو نزلت الابهام ديت لاسفل فهمت الحاجه ديت وحشه مش عجباك. طيب احنا لو رحنا للنود الحمر وهما بيعملوا اصوات وحركات بالايد، وانت ما انتش فاهم الاصوات او الحركات دي معناها ايه ومش متخزنه في مخك، هتفهم هما بيقولوا ايه؟ لا طبعا. فالشفره لازم تكون متخزنه في مخنا علشان نقدر نترجمها ونفهم ونتواصل بقى مع الاخرين. الضوء بيعتبر شفره، احنا عرفنا اشاره المرور شفره، بتفهمنا ازاي نقف وازاي نستعد، امتى نقف وامتى نستعد وامتى نتحرك. الفنار او المناره اللي هي بتبقى في وسط البحر وتطلع ضوء، دي بترشد السفن فبتعتبر شفره. اللغات المختلفة بتعتبر شفرة، انت مش هتفهم اللي قدامك بيتكلم ازاي غير لما بتبقى فاهم اللغة بتاعته ومخك متخزن اللغة ديت. طيب الحروف، الارقام، الاشكال، ترتيب الحروف، الاصوات، اشارة اليد، تعبيرات الوجه، الضوء، اللغات المختلفة بتعتبر شفرة. والشفرة هي نمط له معنى للتواصل، ولازم مخنا يكون مخزنها عشان يقدر يترجمها ونقدر نتواصل ونفهم المعلومات. في واحد او عالم اسمه صامويل موريس، اسمه ايه؟ صامويل موريس، جه ابتكر شفرة اسمها شفرة موريس، سماها على اسمه. الشفرة دي كان بيستخدمها في الحروب عشان الرسالة ديت لما تقع في ايد العدو ما يفهمش ايه اللي مكتوب في الرسالة. طب شفرة موريس دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن اصوات صفارات طويلة وقصيرة. تاني، هي عبارة عن اصوات صفارات طويلة وقصيرة. طيب لما كانوا بيكتبوها كان عبارة عن ايه؟ كانوا بيميزوا الاصوات الطويلة او الصفارات الطويلة ديت بشرط، والاصوات القصيرة او الصفارات القصيرة بنقطة. يبقى تاني، جه عالم اسمه صامويل موريس اكتشف شفرة واسمها سمى على اسمه هي شفرة موريس، استعملها في الحروب. طيب الشفرة دي كانت عبارة عن ايه؟ عبارة عن أصوات صفارات طويلة وقصيرة، وكان بيكتبها أو بيعبر عنها بكتابة مجموعات من الشرط والنقاط. والجدول اللي قدامنا ديت ده يعني مثال كده الحروف الأبجدية والشفرة اللي كانوا بيستعملوها زمان في الحروب. طب تعالوا ناخد أسئلة، اختر الإجابة الصحيحة. الرموز التي تستخدم في الشفرات يجب أن تكون، احنا فهمنا الرموز اللي أنا بستعملها في الشفرة أو الشفرة دي عبارة عن ايه؟ قلت هي نمط له معنى للتواصل. ها، يبقى لها نمط محدد ومعنى، لها لون محدد، لها حجم محدد. ها، هي سنة رابعة، لها نمط محدد ومعنى. طيب رقم اتنين، اذا اردت التواصل مع احد اصدقائك عن طريق حاسة البصر فانك ستستخدم الاصوات، الروائح، الاضواء، حاسة البصر، عينيك، يبقى انت لازم تشوف، يبقى هتشوف انهي حاجة في دول. هي سنة رابعة، الأضواء. رقم 3، اللغات نوع من أنواع الألوان، الأضواء، الشفرات. ها، اللغات نوع من أنواع الإيه؟ الشفرات. رقم 4، كل مما يلي من أمثلة الشفرات ما عدا، كل الاختيارات هتبقى من أمثلة الشفرات ما عدا حاجة واحدة، تعبيرات الوجه، مشاهدة التلفزيون، ألوان إشارات المرور. ها، مشاهدة التلفزيون. ضع علامة صح أو خطأ أمام العبارات الآتية. رقم 1، يستخدم البشر الأصوات فقط للتواصل فيما بينهم، إحنا قلنا الإنسان أو البشر بيتواصل عن طريق الصوت، الضوء، الحركات، الكتاب، يبقى العبارة غلط. رقم 2، إذا لم يميز المخ الشفرة فإنه يتمكن من ترجمتها. لو مخك مش عارف الشفرة دي هيترجمها ويفهمك هو أو يتخليك تتواصل أو تفهم اللي قدامك؟ لا طبعا، لازم المخ يميز.
رقم 3، تعد إشارات المرور الحمراء والخضراء من أمثلة الشفرات. إشارات المرور بتعتبر شفرة عشان بتنقل لنا معلومات، يبقى العبارة صح. أكمل ما يأتي. تتكون شفرة موريس من نقط ونقط. شفرة موريس بتتكون شاطرين من أصوات صفارات طويلة وقصيرة. رقم 2، أي نمط له معنى يسمى، ده تعريف الشفرة.